والدراري الصغار تيطرفوا في الدار، والكبار جالسين محنين ما تيتحركوش. المهم هادشي غادي يبان. ها صهيب تا هو تيطرف في بيتو كيطوي في الحوايج، هاد الحوايج اللي كيطوي ديال الساجه. المهم حل شويه هذاك الشرجم باش تهوى الدار، وهادو دايرين لينا الظلمه باش تبان لهم التلفازه مزيان. هما الشوم هما متلبسين، هما ها ادم ها ساجه ما كيديروا حتى شي حاجه، بصح ما كيديروا حتى شي حاجه. ها هدايا كيف وريتكم في الاول كتشطب في الدار، وانا راه رديت الغدا. انا رديت الغدا وهنا غادي نوجد هنا وجدت غادي نوجد الخبز والخامر. المهم درت نص كيلو ديال الفورس مع نص كيلو ديال القمح، غادي نضيف لهم واحد جوج معلقه كبيره حتى بالصاد، معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال خميره الخبز، مع معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، وواحد 6 حتى 8 ديال معلقه كبار ديال الزيت. وغادي نعجن بالماء دافي ونخليها شويه مرخوفه صافي، ونخليها تخمر. غير كنجمعها راه ما كندلكها ما والو. هنا درت هاد الطاجين يلاه خديته اول مره غادي نطيب فيه. عندي الطواجن ديال التراب، خديت هذا عجبني من شحال هادي. المهم درت هنا كفته ومطيشه وسميتو كفته ومطيشه وبصله. وهنا هاد القله البنات هادي خديتها، عرفتو فن كندير جوج قرائط الماء كبار في الثلاجه يبردوا، وكنخويهم هنا فيما كتسالي، عرفتو راه واعره واعره. نوريكم ها هي كيفاش تحل، تخوي الماء اللي بغيتي بارد، عرفتي راه زوينه البنات، ننصحكم بها. بالنسبه لهذه راه كبيره تقريبا كتهز جوج اطرو ونص حتى لثلاثه اطرو، المهم اغلبيه جوج اطرو ونص يمكن، بخمسين درهم. والغراف عطاه لينا فابور حيت خدينا طاجين بخمسين درهم وهذيك القله بخمسين درهم. زوينه البنات. هنا موجده الكلاص، عرفتي راه الحال سخون بزاف، وجدت هذا ديال الشوكولاته هما الدراري اللي بغاو، وجدت هذا ديال الفريز، وهذا ديال الحامض. غادي نصايبهم باش نديرهم في المجمد، وقت ما بغاوهم يلقاوهم واجدين ديرهم في الشبكه ديال الوسخ. صافي هادو نخليهم هنا تنسالي حتى نعجن هو الاول، وصافي هادشي اللي كاين دابا. غادي نعجن وغادي نصايب بسبوسه. صافي البنات هنا انا كنعجن في الخبز، وفي نفس الوقت مخامر غادي ندير نص نص. هنا التقليه عندنا ديال البقري، حيت ما تياكلوش التقليه ديال الغنمي، غادي نديرها كلها كرداس. وهنايا التقليه ديال البقري كنسلقها مع الخل، عاد غادي نقشرها ونقيها مزيان. هنا البسبوسه ها هي صيبتها خليتها سقيتها، وان شاء الله الا بغيتوني نشاركها معكم نشاركها معكم من بعد. هنا رشيت عليها شويه ديال الشوكولاط، ها هو صافي نخليها هكا على جنب. هادي الفطور ديال غدا ان شاء الله. هذا هو الغدا ديالنا، وجدت فيه هكا بصله فرشتها لتحت والكفته ومطيشه. صافي عزيز مع خدام خليت ليه الطاجين ديالو، راه وجدتو ليه نفس الطريقه درتها. هما البنات هنا عزيز يلاه جاب الحولي، ها هو ايوا صافي. دابا غادي نعدو هاد البلاصه فين غادي نجلسو. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. الشده ديال الصناحه هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك، تعلمتها من الفيديوهات. هما البنات دابا انا حنيت ليهم، هما متكين. هانتو وري الحنه ديالك كيف جاكم النقش ديالي خطير. هانتو ديك البسكوت، هانتو وريها هدايا انتيا، ودرت لهم حتى الضفار ورجليهم. شفتو؟ شافو. اش تقولي لهم؟ باي باي. هما البنات احنا رباعين في التحضيرات، راه جات فاطمه. وهنا انا صايبت البسبوسه اللي شفتو معايا قطعتها درتها في السلوفان. الحلوه اللي كنت شاركت معكم راه درتها في السلوفان. صراحه ما صايبتش الحلوه كثيره، صايبت غير في عصو هذيك الحلوه صافي. هنا فاطمه جابت معها هذا الكاب كيك هذا، يلا زيناتو دابا وصافي. غادي نغطيو ملي صايبناها كنحطوها في السلوفان، حيت غدا غتكون عندنا التماره، اللهم نقصوا شويه الخدمه دابا. حتى هاد الزديفات غادي ندير فيها وحده املو، كل وحده ندير فيها شي حاجه فرماج وداكشي، ونغطي بالسلوفان حتى الغدا ان شاء الله. بغينا الشوا باش يشبعوا دابا، باش الشوا نخبيوه.
وها فاطمه كتصايب لينا في الكريب. ها هو هاي اللي صايبته انا السحاق انا اللي كنصايبو بصح المهم كتصايبو اللي دايرته كتغطيو في الاخر تعمروه بالشوكولاته ونحطوه في هذا الطبسيل وحتى هو لا هي اللي تعمرو ماشي لا انت هي سالي الطياب وصافي غنوجدو حتى الصينيه اللي غنطيبو فيها اتاي غادي نوجدوها باش غدا غنعمرو اتاي غنعمرو اتاي ونخبيو في الثلاجه حتى الصباح باش غير نوضو بحال ديال رمضان المهم باش غدا نوضو حنا مغمضين عينينا ومدو ناكلو نمشيو عند الحولي قالي نخليو داك الشيء حتى نساليو قالت لي فاطمه قالت لي ما تفي عينيش حتى نشم ريحه بولفاح ونفاع المهم انا ما نفيقش فاطمه ما نفيقش حتى تشم ريحه بولفاح عاد باش غادي يقول لها وفاء عيط ديك الساعه دابا تعمر لكم اتاي خليها المهم وبالنسبه للكاب راه حتى الصباح باش نهبطوا نطرفوه ولا غادي اطرفيه وما قلت لك انا تنشم ريحه بولفاح ايوا صافي تتشم ريحه بولفاح تما واحد الدلاحه وجاب جوج دلاحات عزيز وجوج سويلات درت وحده في فريغو تنهضر بدات تسقر ايوا صافي دابا غادي نكملوا بعد هذا الشيء صباح الخير البنات كديري لبسه ليكم نهار العيد هذا اولا كنقول لكم عيد مبارك سعيد تعيدوا تعاودوا الله يرزقكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي المهم كيف فعلت باقي ما فطرناش مو مشيت الفطور ليها عزيز مشى مصلى ايوا انا كلشي باقي فيها انا وصهيب انتم صهيب صباح الخير لاباس داكشي كامل ديال الفطور حطيته هنا كيف شفتوا معايا في الفيديو الاول حتى داكشي راه غادي نهبطو معايا لتحت هذوك المعان حتى هادو اللي حاطهم هنا غادي نهبطوهم معايا ايوا صافي دزت نوشد كيف قلت لكم في الفيديو الاول غادي ندير الغداء والعشاء بالبكري ما كياكلوش اصلا اللحم في الاول ما كياكلوش كيبغيو حتى يفوت واحد حتى حتى الغدا غادي ياكلوه داكشي علاش خدينا واحد شويه ديال البكري هنا التقلية غادي نديرها بالبكري ما كياكلوهاش نهائيا ديال الغنمي غادي نديرها كلها كرداس وهنايا وجدت داكشي ديال التقلية مو درت العطريه كامله مع البصله الثومه والربيع هنا باش غادي ندير اللحم بالبصله والزبيب هنا راه قطعت البصله ها هي وهنا درت العطريه درت شويه السكنجبير الخرقوم بلدي البزار درت عطريه ديال اللحم ودرت عويده ديال القرفه وغادي نضيف واحد الطويمه ديال الزعفران شعره درت كذلك شويه خليط ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون درتهم هنا بجوج صافي هنا جبت درت واحد نص حامضه غير ربع حامضه مصيره ودرت هنايا هذيك الطويمه فرتتها صافي دابا غادي نغطيهم نخليهم حتى كنبغيو نهبطوا وغادا ندير هنا اللحم وغادا ندير هنا التقليه وغادي نهبطهم ونطيبهم فوق المجمر داكشي علاش غنطيبهم في الصباح فاش يطيب لينا هاد اللحم راه غادي نتغداو به وفاش يطيب طبيعه الحال راه غادي نديرو حتى بولفاف وفاش طبت عليا غادي نخبيها نخليها يعني حتى العشاء ونسخنها ونحطها يعني نحيد عليا كلشي تما راه في الصباح باش في العشيه نرتاحوا ان شاء الله وبطبيعه الحال غادي نشارك معكم الاجواء كامله ديال العيد باذن الله وصافي وغادي نشرب واحد العرفيانه هذه حمضاتني هنا البنات راه عجنت الخبز البارح هذا خلاوه مري ومن بعد نحيدو عجنت الخبز كيف شفتو معايا ودرتو في بلاستيكات غطيتو هنا غادي نشرب هاد الكويس عرفتي انا بدا حمقاتني سالا والمارتو راه شحال ديال الما كيتشرب غير بهادي كنعمر جوج قراي ديال الما كنديرهم في الثلاجه وكنخويهم حتى دابا غادي نعمرهم ونخويهم دابا ندير الما يطيب هنا النعناع حتى هو غسلتو البارح حيدتو ملائكة قالك العيد راه ديال الفرحة خصنا نطلقو على الشعبي دابا واخا راه قالك ديال الفرحة سمعتيها دابا ف لا مال العيد ديال باش تلعب فيها يلا عزيز خويا تبارك الله عليك راك من الصوف الأرض
وانا زعما دايروا حساب ديال الفطور. لا راه ورا وجدت الماء طايبه فطيمه والبراد الصغير فيه. تقول هكا عليك رسول الله. لقطه تاريخيه. السلام عليك رسول الله. يلا بقى غادي وطالع. وي لا لا كاين زمان عندك تعمل روتين كود ما شافش ماما. البنات احنا دابا راه بعدين كنصفوا في الحولي. راه هو الحولي حنا فرشنا سيقنا شي شويه. ايوا صافي هنا انا حاطه كندير المجامر باش يديروا باش ندير عليهم هذيك التقليه. شو ادم في المخبي ادم راه عنده فوبيا ديال شي حاجه سميتها قطع. مستحيل غير كيسمع تنقولي بعد مرات انا وليت بحال هكا وبحال هكا عرفتي صافي يبغي يسخف. دابا راه خاطئ زعما عنده واحد فوبيا خايبه بزاف. انا اول عام يهبط هاد القايته قلنا ليا غير هبط باش شويه بشويه تولف. اما هو ما قادرش غير كيسمع اللحم نقطعوه كيبغي كيدوخ. المهم ها سجع عاونات مسجع راه كتعاون نيت هي وصهيب. اما كيصلحو في الحولي وصفه البنات. فاطمه كتصور فيه هزت التليفون ما كدير حتى شي حاجه وانا كبي. هاي هي ثيقوا هذاك الشيء اللي درتي انت نقولوا حتى انا هي عرفتي. ولكن راه ماما خليتي بلاصتك هي وحنا في هذا الشيء حيت ماما هي اللي كتكلف بالمصاره يعني وبالكرشه. ايوا هاد العام ما كايناش دابا خلات في ليلى انا وفاطمه صراحه. المهم انا كنقلب دابا في المصارن حيت هاد العام ان شاء الله غادي ندير الكرداس وغادي ندير القديد بزاف. ايوا صافي المهم غدوقنا قديد. لا حيت ما قالت لك بغات دير كاع الحولي غديرو قديد. صافي البنات دابا كملنا كل شيء. راني جمعت دابا صيغت هنا نقيتو غسلنا المصارن داكشي كامل الحولي ها هو المجمر راه كيطيب ليها. ايوا هنا غسلت المصارن غسلت الكرشه وغسلت هذاك الكبده والريه وداكشي. المهم دابا باش نمشي نشوي ليهم بالفعل وهاد الطويبله راه الشهر هبطتها هنايا باش اللي بغى يجلس هاد الطويبله الصغار وهبطت هادي وصافي. ها نتوما هنا كوكوط ديال التقليه ها هي والطويجين ديالنا ها هو. هانتوما البنات الطاجين راه من بعد ما درت التقلة زدت عليه شويه ديال الماء ما زدناش الماء بزاف والبصله هكا لقطاتها وزدت شويه ديال الزبيب. صافي غنغطيو ليه ونخليه يطيب على راحته. دابا انا خديت هنا الكبده باش غادي نشويها. صافي حنا دابا درنا بولفاف ديالنا ها هو. فاطمه انت اللي درتيه؟ اه وباس يا اختي باس. هنا القلب حتى هو شويته ودرت فيه شويه الملح والكمون نسخنوا اتاي هنا الطيحان شفتي خلاص علاش شنو اش بينك وبين هذاك الق طلع لي الدم. صافي البنات حنا يلاه طلعنا من الباركينغ عرفتوا راه صافي عييت. طلعنا وجدت هذا الشيء صيبته لتحت عاد طلعتو هنا هادو هذيك الريه والقطعات ديال اللحم غادي نعمر بهم الكرداس. درت فيهم الملحه ودرت العطريه كامله وكانت عندي حتى العطريه ديال القديد زدت فيها شويه. بالنسبه للكرشه رقعتها غير في الملحه. حتى المصاره درت فيهم غير الملحه ولكن راه كنكثر الملحه نيت. بالنسبه للقديد هو هذا انا درت شويه كميه كثيره. القديد درت فيه العطريه كامله وزدت تحت الملحه. الملحه راه خاصها تكون كثيره البنات باش ما يخسرش لكم القديد. وهنا هادو حتى هو قديد ديال الضلعه حتى هو درت فيه الملحه والعطريه وغادي نخليهم قاعدين هكا حتى الغدا في الصباح. غادي نوض نقطرهم نديرهم شي شبكات ونخليهم يتقطروا عاد غادا نشرهم ان شاء الله باش يكرموا. وحتى هادو حتى يكرموا شويه غادي نعمرهم وصافي. هنا يلا طلعت الدراري دوشتهم عرفتو كيفاش ولاو حاجهم في الزنقه وصافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للعشاء غادي ندير التقليه. درت التقليه راه طابت دابا نحطها ونوريها لكم. تنحطها لهم ان شاء الله ونوريها لكم باش نسد معكم هاد الفيديو ان شاء الله باذن الله.
صافي البنات هذه هي التقليه بعد ما طابت كيف كتشوفوا صافي راه رديتها غير على على المجمر طابت ونحت شويه ديال التلاح والمهايه وصافي غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلع عوض ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله نخليكم في امان الله.